في مباراة المنتخب المصري الشقيق والمنتخب البلجيكي الصديق في لقاء جميع الفريقين هنا في دولة الكويت في منافسة رياضية في كرة ودي ما بين زملاء المحللين لبداية أحداث المباراة. كرة ملعوبة لصالح المنتخب البلجيكي في المحاولة كراسكو بيحاول يلعب كرة عرضية بتمرر ممكن يشوت خطرة والمتابعة موجودة خطرة لصالح الدفاعية كرة ملعوبة لصالح المنتخب المنتخب البلجيكي لكن التغطية الدفاعية تغطية دفاعية يرجع علي محمود لاتخاذ القرار والرؤية إذن بعد رؤية الأخطاء والقرار القرار كرة ممكن يشوت يأتي ويشوت لكن تضرب مع التغطية البلجيكي كراسكو بيلعب عرضية لكن تلمس وتغطي موجود متابعة لصالح المنتخب البلجيكي ما زالت خطرة الله مرة ثانية في أيضا متابعة ناعتي لسا الله هذا القط كرة مرة ثانية لصالح المنتخب كيفن براوين طويلة عرضية لصالح المنتخب المسيرة خطرة الله ملعوبة لصالح المنتخب البلجيكي ناعتي لسا اللمسة الأخيرة أكرم محمد صلاح محمد صلاح يتقدم لمر يتقدم على هزر بلجيكي لكن التغطية لخارج الملعب بلجيكي بانكن منقولة لصالح المنتخب الكرة معاه بمر بيتقدم بيلعب كرة عرضية لكن أكرم توم ناحية اليسار بيحاول يلعب كرة عرضية خطرة بتعدي بلجيكي وانتو على طول رينو ماخذ مكان بيحاول يتقدم ناحية اليسار تريزيجي راجع وأكرم توفيق والكرة بتطول والضغط قوي جدا يلعب كرة بتفر روين حاول النني بيشيلها ايضا حمد النني لمسة خطرة خطرة الله وتو جميل خارج منطقة الجزاء منتخب البلجيكي كراسكو بيتقدم بيلعب كرة قصيرة لكن بلجيكي ترجع مرة ثانية كراسكو للتأكيد كراسكو في الوصول بجهة اليسار بشكل كبير كرة ملعوبة في الأمام داخل منطقة الجزاء لو حاول هي هزارد محاول كيفن تزيد ذياتي خطرة الله كرة خطرة أيضا خطرة ما زالت المنتخب البلجيكي والخطورة الحاضرة مع المنتخب تم استدعاء في مفارقات في المحاولة في البناء كرة ملعوبة منتخب المصري كرة ملعوبة كراسكو يدخل منطقة الجزاء بيحاول كرة عرضية في المحاولة الآن كرة مقطوعة خطرة الله يسجل المنتخب المصري هدف وهذه هجمة لصالح المنتخب البلجيكي منتخب بلجيكي خطرة بتعدي خطرة خطرة الله كراسكو المرة واقف برا منطقة بيشيلها حلوة كراسكو المرة المنتخب المصري في المحاولة في الأمام لصالح المنتخب المصري انفراد حطم الجول حطم الجول يغير ناحية اليمين ويلوس لصالح منتخب المصري داخل منطقة الجزاء لكن التغطية المباراة الأول نقلة في الأرض في الأمام إلى مصطفى محمد صاحبه دعوبة ناحية اليسار لصالح المنتخب البلجيكي عرضية تنعاد لكن إعاقة موجودة لكن أفضلية كرة لخارج الملعب كورنر يأتي حاول بمور خطرة نقلة في الأمام كرة ما فيها شيء يمر تريزيجي يحط الجول اليمين بتفاهم بنخلة والمحاولة كوتشي ومارتينيز حلوة وفتشال في المحاولة في الاستمرار لكن تتغير بتمر إلى جهة اليسار بعرضية والمحاولة محمد صلاح كرة ملعوبة بتمر بيحاول يتابعها كرة بتلعب ناحية اليمين طويلة عالية في الاستقبال كرة ملعوبة لصالح المنتخب المصري حمد حمدي بيلعب كرة عرضية
غير هذه طريقة الهجمات العكسية والمحاولة. مارتينيز بيلعب كرة للمتسفر، بيحاول تريزيجيه في المتابعة لكن بالطول، لكن أول امتحان حقيقي بالنسبة له نجاح الأسلوب. منتخب عالمي كبير مصنف ثاني بالطريقة تتلعب أمام مكان، هي لنفس الكرة محمد صلاح بيلعبها عرضية بتمر بتعدي منتخب البلجيكي بتمر وباندا خطرة الملعب مور تسديدة قوية لكن بعيدة تسديدة من بعيد، كرة ملعوبة لصالح المنتخب البلجيكي عرضية خطرة الله لصالح المنتخب البلجيكي هدف أول.